السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا في جوسم او جافا اوبن ستريت ماب اديتور. ده عشان تعمل تعديل في الخرائط اللي موجودة في الاوبن ستريت ماب. طبعا الاوبن ستريت ماب الموقع بتاعه معروف, هو اوبن سورس, سهل جدا ان انت تيجي تقول له اديت وتعمل تعديلات. تمام, ممكن تضيف بوينت, ممكن تعدل على مسار معين, مثلا تيجي تعمل سيليكت هنا او بالرايت كليك تبدا تختار اذا كنت مثلا عايز تعمل له ديسكونكت او تعمل له موف او تعمل له سكوير او تعمل له كوبي او روتيت او 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 كل اللي انت عايز تعمل تعديلات فيها هيسمح لك بكل سهوله. لكن خلينا نعمل تراجع. تمام, لكن لما تستخدم الجافا اوبن ستريت ماب بيديك امكانيات اكتر. فخلينا هنا نيجي هنا نقول له داونلود داتا, ممكن تقول له اوبن وتفتح ملف عملت له داونلود من اوبن ستريت ماب. هو هنا مثلا المكان دوت تقدر تختار اي جزء, تقدر تعمل زوم على مكان اخر, تقدر تخش على بوك مارك لو في حاجه موجوده قبل كده. تمام, انا هقول له هنا انا عملت سيليكت مثلا على جزء مثلا معين هنا اهوت. تمام, هقول له داونلود فبيبدا يتصل بالسيرفر ويعمل لي داونلود للداتا لاير اهيت. ده موضوع الليرات. طيب ممكن بعد كده اجي هنا ايمجري واقول له انا عايز مثلا تستدعي لي الاسري وورلد, فيبدا يجيبها لي بالشكل دوت زي ما انت شايف الخريطه متطابقه معاها. تمام, لو في اي اختلاف او في اي غلط من حقك ان انت تيجي وتعدل زي ما انت عايز. تمام, هو يسجل لك التعديلات بحيث ان انت تختار بعد كده عايز تسيف ولا لا. طيب تعالى من اديت بيرفورمانس وتقدر من هنا تختار اللغه اللي انت عايزها. هنا جي بي اس بوينت, هنا البروكسي, هنا الاوبن ستريت ماب سيرفر. تمام, وتقدر تدخل الاعداد بتاعتك. انا دخلت الاعداد بتاعتي بحيث ان اي تعديلات تسجل على حسابي في الاوبن ستريت ماب وهكذا. ممكن تيجي هنا في البلاجنز. تمام, وتضيف اي بلوجن انت عايزه. تمام, تمام, انا اضفت مثلا اني بلوجن, ده هنا الحاجات اللي استطابت. انا اضفت imagery offset بحيث ان لو انا عملت سيلكت على حاجة يبدأ يجيب لي المعلومات بتاعتها, او تقدر تعمل updated للبلوجنز بتاعتك. خلينا نقول له اوكي, وممكن تيجي من هنا وتضيف اكتر من لاير زي ما انت عايز. تمام, ممكن تقول له انا عايز اجيب جيت ايمجري اوفست او تعمل لها سيف, وتقدر تيجي هنا من ليرات تخفي لاير او تظهر لاير بحيث الشغل بتاعك زي ما انت عايز. تقدر تختار مثلا طريق بالشكل دوت, وتقدر تختار مثلا تعمل زوم للنوتيف ريزوليوشن بالشكل دوت. تمام, طيب ممكن تيجي تعمل سيلكت مثلا هنا وتيجي تقول له بريسيتس وتقول له انا عايز اخليها هاي واي مثلا ستريت, وتختار بقى نوع اخر اي نوع من الانواع اللي موجوده هنا. تمام, فيبدا يقول لك طب دخل بقى المعلومات اللي انت عايزها. تمام, ممكن تعمل سيلكت مثلا على دوت وتبدا تقول له انا عايز احدد ان ده نوعه مثلا كذا, وتقدر تختار النوع بتاعه. تمام, حسب المعلومات اللي موجوده عندك تكتب النيم والاوبريتور وكل ما مثلا تقدر تدخلها. تمام, طبعا مش عايزين نعدل حاجه في الخريطه. هتلاقي هنا الماب بوينت ستايل, ممكن مثلا تعمل سيلكت على ديت وتيجي هنا تقول له انا عايز احدد ان دي الجروب مال مديول, تختار الحاجه من هنا على طول جاهزه. فتقول له لا ده دي مثلا فورت او دي كاسل او ده جبل زي ما انت عايز, تختار تحديد العنصر. طبعا ده بيعمل لك قاعده بيانات قويه جدا اي حد يقدر يستفاد منها. ممكن مثلا مكان انت لسه هتبني فيه المشروع بتاعك, فتبدا تتعرف على الجيران الطبيعيين والجيران الصناعيين اللي موجودين معاك عشان تاخدهم حسابهم في التصميم بتاعك.